قالت صحيفة واشنطن بوست إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يستهدف الأفراد الناطقين بالروسية من رافضي الهجوم الروسي على أوكرانيا بواسطة إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة القريبة من السفارة الروسية في واشنطن. ولفتت إلى أن الإعلانات تستهدف نطاقا جغرافيا معينا على فيسبوك وتويتر وجوجل، وقام أحد مراسليها باختبار ذلك حين اقترب من السفارة الروسية ليظهر الإعلان على حسابه بفيسبوك، لكن بمجرد ابتعاده عن المنطقة اختفى الإعلان. وتسعى FBI إلى الاستفادة من أي استياء أو غضب داخل الدوائر المخابراتية أو الدبلوماسية الروسية أو بين المهاجرين الروس إلى أمريكا، وفقا للصحيفة. ونقلت عن خبراء بالتجسس قولهم إن الحرب فرصة كبيرة للمخابرات الأمريكية من أجل تجنيد أشخاص جدد.